لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 53، وعنوان حلقتنا النهاردة من هم مخانيس المعتزلة عند ابن تيمية. احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت ان من عقيدة المعتزلة ان الله لم يقدر على العاصي المعصية، لأن الله لو قدر على العاصي المعصية يبقى فين العدل لما الله يحسب العاصي ويعاقبه، وبكده العاصي بيعصي الله غصب عن الله والله ما يقدرش يمنعه. وشفنا أن الأشاعرة بيسموا أنفسهم علماء التوحيد ويقولوا بأن الله كان ولا مكان وهو منزه عن الجهات الست، وعلماء التوحيد اللي هم الأشاعرة بينفوا صفات الله، واللي بيثبت صفات الله يبقى من المجسمة عندهم. أما المعتزلة العقيدة عندهم خمسة أقسام. القسم الأول التوحيد، والتوحيد عندهم هو تعطيل الله عن الصفات، ويقولوا لو قلنا إن الله قديم والسمع قديم والبصر قديم والوجه قديم والعلم قديم والقدرة قديمة لزم تعدد القدماء، وده بيكون عندهم شرك، فمش بيثبتوا إلا الذات، وده معنى التوحيد عندهم. واللي يثبت الصفات يبقى عندهم بيؤمن بتعدد الآلهة. ونشوف السوداني، نشوف سؤال السوداني للشيخ ابن عثيمين ونعلق عليه. هذا مستمع من السودان يقول في هذا السؤال: هذا سؤال يحيرني وأرجو الإفادة عليه، وهو أن بعض الناس يقولون بأن الله فوق في السماء، وعندنا في السودان علماء التوحيد يقولون بأن الله كان ولا مكان وهو منزه عن الجهات الست، طبعا شرق وغرب وشمال وجنوب فوق تحت، نرجو منكم التوجيه حول هذا. الأشاعرة بيلفوا ويدوروا ويقولوا إحنا علماء التوحيد، إحنا أهل التوحيد، والله كان ولا مكان وهو منزه عن الجهات الست، والله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يعني اللي يثبت الجهة لله بيكون مبتدع عند الأشاعرة. ونشوف الشيخ الأشاعري الدكتور نبيل الشريف وهو بيوضح كلامه أكثر في الفيديو اللي جاي. كثير من العلماء من السلف والخلف ذكروا تنزيه الله عن المكان. توجد عقيدة اسمها العقيدة الطحاوية، مؤلفها أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي. هذه العقيدة مؤلفها مضى عليه أكثر من 1000 سنة. هذا الرجل كان من السلف الصالح من الأئمة. من جملة ما قال في هذه العقيدة عن الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ما هي الجهات الست؟ فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، معناه الله موجود بلا مكان. وعلى هذا كل الأئمة. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني الله موجود بلا جهة ولا مكان. الشيخ الأشعري الدكتور نبيل الشريف بيقول في عقيدة اسمها العقيدة الطحاوية، مؤلفها أحمد ابن سلامة أبو جعفر الطحاوي، والعقيدة لها أكثر من 1000 سنة، وإن أحمد سلامة كان من السلف الصالح من الأئمة. ومن جملة العقيدة الطحاوية إن الله لا تحويه الجهات الست، والله بلا مكان، وإن الإمام أحمد قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني الله موجود بلا جهة ولا مكان. والكلام ده هو نفس كلام المعتزلة، إن ذات الله بدون صفات، واللي يثبت الصفات بيقول بتعدد القدماء مع الله يعني مشرك. والمعتزلة بيسموا نفسهم أهل التوحيد، والكلام ده بيقولوه الأشاعرة حرفيا. كل مذهب بيسمي نفسه أهل التوحيد، سواء كان معتزلة أو الأشاعرة، والاتنين طبعا بينفوا الصفات عن الله. وإحنا يعني شرحنا قبل كده لحضراتكم الكلام ده، ونشوف مع حضراتكم العلامة سليمان الألوان وهو بيقول إن الأشاعرة عقيدتهم هي نفس عقيدة المعتزلة، وهيقول كلام ويستخدم ألفاظ، يعني أنا بعتذر لحضراتكم أنكم هتسمعوها، لكن أنا بنقول لحضراتكم اللي بيقولوه عن بعض، وخصوصا أن برنامجنا اسمه النقل أم العقل. ونشوف مع حضراتكم العلامة سليمان الألوان وهو بيقول إيه عن عقيدة الأشاعرة
وإزاي إنها متاخدة من المعتزلة، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. هو يقصد الأشاعرة، خصوصاً نقل عن غيره، خصوصاً ينقل عن غيره بأن الأشاعرة مخانيف المعتزلة. يقصد بذلك أن الأشاعرة هم يتبعون في الحقيقة أصول المعتزلة، ولكنهم قد هذبوا هذا المذهب، وهذا المذهب اللي هذبوه صاروا في أصول التابعين للمعتزلة، وإن كانوا يخالفونهم في أمور، فصار أشبه ما يكونون هؤلاء بالقوادين لهؤلاء. هذا معنى هذه العبارة. وزي ما شفت حضراتكم العلامة سليمان العنوان وهو بيعلق على كلام ابن تيمية إن الأشاعرة مخانيس المعتزلة. ليه سموهم كده؟ لأن الأشاعرة هم يتبعون في الحقيقة أصول المعتزلة، ولكنهم قد هذبوا هذا المذهب، وهذا المذهب الذي هذبوه صاروا في أصوله تابعين للمعتزلة. وخلينا نشوف المرجع اللي بيتكلم منه الشيخ الدكتور سليمان العنوان في كتاب مجموع الفتاوي. وخلينا نشوف كتاب مجموع الفتاوي ابن تيمية وبيقول إيه. وكذلك الأشعرية، ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري الأشعرية الإناث هم مخانيس المعتزلة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن الأشعرية الإناث هم مخانيس المعتزلة. فالعلامة سليمان العنوان بيشرح كلام ابن تيمية ويقول إن معنى الأشاعرة مخانيس المعتزلة إن الأشاعرة يتبعون أصول المعتزلة في عقيدتهم، بس الأشاعرة هذبوا مذهب المعتزلة وغيروا كلمة هنا وشالوا كلمة من هنا وحطوا معنى الأصل من أصول عقيدة المعتزلة على مذهبهم، ولكن ما أخدوش كل المذهب المعتزلة، إنهم خلفوهم في حاجات، فصار الأشاعرة زي القواديين. ونشوف كلام العلامة سليمان العنوان مرة تانية، وعاوز حضراتكم تركزوا على فصار أشبه ما يكونون هؤلاء بالقواضين لهؤلاء. ومعنى كلامه هؤلاء يعني بيقصد الأشاعرة، قواضين لهؤلاء بيقصد المعتزلة. ونشوف مع بعض الفيديو اللي كان. هو يقصد الأشاعرة، خصوصاً نقل عن غيره، خصوصاً ينقل عن غيره بأن الأشاعرة مخانيس المعتزلة. يقصد بذلك أن الأشاعرة هم يتبعون في الحقيقة أصول المعتزلة، ولكنهم قد هذبوا هذا المذهب، وهذا المذهب اللي هذبوه صاروا في أصول التابعين للمعتزلة، وإن كانوا يخالفونهم في أمور، فصار أشبه ما يكونون هؤلاء بالقوادين لهؤلاء. هذا معنى هذه العبارة. شفنا العلامة سليمان العنوان بيقول فصار أشبه ما يكون هؤلاء، قصده يعني الأشاعرة، بالقواضين لهؤلاء، قصده المعتزلة. يا ترى مين الأشاعرة غير شيخ الأزهر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب، والشيوخ الأزهر وطلاب الأزهر وكل من اتبع المذهب الأشعري، لأنكم تتبعوا أصول المعتزلة، والشيخ سليمان العنوان بيسميكم، وأنا أسفة أنه هو يعني بيسميكم قواضين المعتزلة. وشفتوا يا أشعرة قلة الحنابلة الوهابية بيقولوا عنكم إيه؟ بيقولوا إنكم يعني قواضين عند المعتزلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية وصف الأشاعرة إنهم مخانيس المعتزلة. وشوفوا معي الفيديو اللي جاي، الدكتور طارق السويدان بيقول كم عدد الأشاعرة في العالم الإسلامي، أو زي ما بيقول ابن تيمية عنهم مخانيس المعتزلة عددهم قد إيه، ونشوف مع بعض. طيب أهل السنة اليوم 95% منهم من الأشاعرة الماتريدية. 95%؟ 95، نعم أنا سويت إحصائية. أنا عندي كتاب عن تاريخ الإسلام والوضع الحالي في المسلمين. شو أنت؟ الهند وباكستان وإندونيسيا وهذا كلهم أشاعرة ماتريدية. يعني كل أو معظم المسلمين على حسب كلام أهل السنة يعني الوهابية قواضين حسب كلام العلامة سليمان العنوان، أو إن 95% من المسلمين هم مخانيس المعتزلة زي ما بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية. والسبب زي ما بيقول العلامة سليمان العنوان إن الأشاعرة تابعين في أصولهم مذهب في أصول مذهبهم لمذهب المعتزلة، وفي نفس الوقت الأشاعرة بيخلفوا بعض أصول مذهب المعتزلة، وده اللي هيخلينا ننقل لحضراتكم بعض عقائد المعتزلة. وهنكتشف إن الأشاعرة إما إنهم بيوافقوا المعتزلة، وفي الحالة دي هيكون سؤالنا إزاي أشاعرة بتوافقوا المعتزلة وتخلفوا حكم رسول الإسلام اللي راح لأبو حسن الأشعري 3 مرات في ثلاث منامات علشان مذهب المعتزلة باطل،
وإنه يقاعد المذهب الجديد، أو عند الأشاعرة بيخلفوا المعتزلة. في الحالة دي إزاي لما كلامهم مش بيعجبكم وبتخلفوهم وفي نفس الوقت يا أشاعرة لو عجبكم كلام المعتزلة بتاخدوا كلامهم وفي إيه؟ مش في أي حاجة، ده في العقيدة، في ذات الله، في صفات الله، في أفعال الله، ومن خلال عرضنا لحضراتكم الاتفاق أو الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة هنكتشف مدى أهمية اللي هنعرفه بالنسبة لمعركة أين الله اللي هو موضوعنا الأساسي. وتابعوني في الحلقة الجاية علشان نتعرف أكتر علاقة الأزهر بمذهب المعتزلة، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ودي يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين